النبي صلى الله عليه وآله يقول: من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. إذا واحد اقترب يقع، مثل إذا أكو هنالك سلك عاري، أنتم تمنعون الطفل عن القرب إذا هذا السلك العاري، أصلاً يمكن تغلقون باب الغرفة لا يدخل في الغرفة. الطفل يقول: هل من الممنوع أن أدخل في الغرفة؟ لا، ماكو من. يأتي قرب هذا السلك العاري، هذا في مانع؟ لا. يضع يده بقرب هذا السلك، هذا بي إشكال؟ ما بي إشكال، ولكنكم تمنعونه عن ذلك، لأنه إذا إجا ووضع يده بقربه مرة واحدة يده تقع على السلك العاري ويموت بالصعقة الكهربائية. لذلك في الحقيقة من الأشياء التي يجب أن ندقق فيها في قضايا العلاقة بين الرجل والمرأة، أن الإنسان يجعل منطقة محرمة، منطقة محظورة، لا يقول هذا ما بي إشكال وذاك ما بي إشكال وهذا حلال وهذا مكروه وكل مكروه جائز. هي هذه الأشياء تؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى السقوط في مخالب الشيطان.